فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز وضع شيء يخفي معالم جنازة المرأة بعد مماتها وسترها في الحياة وفي الممات بحيث يكون على شكل قوس شبيه بالخيمة؟ لا لا، ما يوضع عليها شيء يدل على أنها امرأة، كله سواء، المرأة والرجل واحد، لكن تستر بالكفن أو يجعل عليها عباءة مثل الرجل، يغطى أيضا يسجل. نعم.